فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المحرم الذي حلق أو قلم أو وطئ ناسيا أو جاهلا، هل تلزمه الفدية أم يعذر؟ ما الراجح في ذلك؟ المذهب أنه تلزم الفدية، ما كان فيه إتلاف تلزم الفدية، والجماع ما يعذر بالنسيان، لو جامعه في رمضان بالنهار ما يعذر بالنسيان، يبطل صومه، عليه صيام شهرين متتابعين، ما يعذر بالنسيان ولا بالجهل. نعم.